السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف صحتك؟ شلونك؟ تحكي لي شو شفت بالشارع وانت مارق؟ دم ومي، يعني اشي. هي اول مرة بتشوف الدم؟ اول مرة. قديش شفت الكميات؟ بلاي شو كميات مخيفة يعني صح. شو انتابك شعور وانت شايف هذا المنظر؟ ايه اشي طلع مخزي العادي الامان، يعني انا ماشي بالشارع ومستحي، يعني اشي مخزي العادي. مش هذا المنظر اللي احنا بنفتخر فيه؟ لا طبعا، اشي ريحة طلع كريهة، يعني طلع اشي موصفش. يعني شو بتتوجه للمسؤولين في هذا ال... ايه المسؤولين يجي يشوفوا هذا المنظر، ان اذا بيقبلوا هذا الاشي يجي يشوفوا هذا المنظر ان يحكموا. في عندك رسالة للمواطن في سخنين بالمساعدة من اجل ضبط هذول الناس اللي بيشتغلوا هذا الشغل؟ والله شو بدي اقول لك، يعني انا اللي عندي حكيته، والله اللي عندي حكيته، يعني وصلني الميسر، قول لهم يعني اشي يعني يجوا ويشوفوا، يعني هن ارض الواقع كيف بقولوا. مين حضرتك؟ اسامة ابو صالح. شكرا.